كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. الحمد لله وشكرا لله. والله حبيت أسألك سؤال عن من بعد تعلم تفسير القرآن بالنسبة للأحاديث، بأي كتاب أبدأ تعلم الحديث وحفظها؟ ابدأ بكتاب رياض يعني مصطلحات الحديث أو حديث وشرحه. حديث وشرحه. ممكن تقرأ في كتاب رياض الصالحين شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. الله يرحمه يا رب.